يوم الاثنين المقبل لودريون في بيروت لحل الأزمة السياسية المستمرة. مهمته ليست سهلة، خصوصاً أن الأحزاب المسيحية المعارضة حسمت أمرها بعدم المشاركة في الحوار. النائب ميشيل موسى أصبحت لديه معطيات شاملة بعد ردود الكتل النيابية على الأسئلة. الكل مهتم اليوم بانتخاب رئيس الجمهورية لأن الأوضاع لم تعد تحتمل التأجيل. لا يمكن أن نقول فول تيسير بالمكيول. الحوار هو الطريق الأنسب للوصول إلى تفاهم بين الفرقاء. النائب عبد الرحمن البزري قال: علينا انتظار المفد الفرنسي واللقاءات التي سيجريها، والحراك السياسي لم يتوقف على الرغم من أنه لم يؤدي إلى أي نتيجة، فالأزمة طالت ونحن بحاجة إلى مخرج. النائب سجاع عطية قال: حددنا شخصية الرئيس المقبل وسنشارك في الحوار الذي دعا إليه المفد الفرنسي، الذي كان يقول في زيارته الأخيرة: إذا لا يمكن التوافق على شخصية جامعة يمكن التوافق على اسمين أو ثلاثة للتصويت لهم في البرلمان. الفرصة الأخيرة في أيلول، إما يتم انتخاب الرئيس أو نذهب إلى المجهول.